انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نشر الحلقة اللي اتكلمت فيها عن تكتم الكنيسة المصرية على فضيحة الكاهن أثناسيوس رزق مع إحدى المعترفات، لقيت رسالة تهديد من شخصية مجهولة كالعادة بتطالبني بعدم فتح الكنيسة. خلي بالك إيميلك ده هيتراقب، موبايلك هيجيبوا، يعني بصي بلاش انتربول والحاجات دي هيجيبوك، يعني عشان خاطر ربنا ومالكيش دعوه بالحوار ده، ماشي ولا ايه؟ اسمعي مني بقى. يمي 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 خاف يا عيد، يمي يمي يمي. ونتيجة التهديد ده قررت استمر في عمل سلسلة عن فضائح الكهنة والقساوسة برعاية الكنيسة، سواء فضائح أخلاقية أو فضائح مالية، وما زلنا مع الفضائح الأخلاقية للكهنة والقساوسة. والنهاردة مع فضيحة جديدة لوكلاء الله على الأرض على حسب الاعتقاد والإيمان النصراني، وقصة قتل الراهب أشعياء المقاري رئيس دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون بالبحيرة في يوليو 2018. تفاصيل الجريمة جاءت طبقا لما ورد في اعترافات المتهمين وتحقيقات النيابة العامة والمباحث كالتالي: العثور على جثة الأنبا أبي فانيوس صباح يوم 29 يوليو من عام 2018 في أثناء سير أحد الرهبان في ممر مظلم، اصطدم بقدم أحد الأشخاص فاستعان بالحرس وعدد من الرهبان المقيمين بالدير. تبين أن الشخص الملقى على وجهه غارقا في بركة من الدماء وجزء من المخ خارج الرأس والأنبا أبي فانيوس رئيس الدير، وتم اختار رجال الشرطة التي انتقلت لإجراء المعاينة لمكان الواقعة. حضر فريق من النيابة العامة إلى مكان الجريمة لإجراء معاينة، وجاء في معاينة النيابة أن المجني عليه تحرك من المكان الذي كان يقيم فيه داخل الدير، وهو منشأة سكنية مكونة من 4 طوابق، وتحرك للكنيسة لأداء الصلاة، وعقب تحركه بقرابة 100 متر وقعت الجريمة. والصدفة هي التي كشفت عنها، حيث اصطدم أحد الرهبان بالجثة في أثناء سيره ولم يكن يعلم أن المجني عليه هو الأنبا أبي فانيوس، نظرا للظلام الموجود في الممر الذي عثر على جثة المجني عليه فيه. وجاء في التقرير المبدئي أن سبب الوفاة التعدي على الضحية بآلة حادة أحدثت تهشما في مؤخرة الرأس وخروج أجزاء من المخ على الأرض، وتعذر تحديد أداة الجريمة. اعترف الراهب المشلوح أشعياء المقاري أمام النيابة حول ارتكابه جريمة قتل الأنبا أبي فانيوس، وفريق من النيابة ينتقل إلى مستشفى أمريكان أنجلو بالزمالك للاستماع لأقوال الراهب فلتأوس المقاري بعد محاولته الانتحار عن طريق قطع شرايينه وإلقاء نفسه من أعلى مبنى العيادة الطبية. 11 أغسطس، النيابة تحبس الراهب المشلوح أشعياء المقاري 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجه له باسمه العلماني وائل سعد تهمة قتل الأنبا أبي فانيوس، والمتهم يعترف بارتكابه الجريمة عن طريق استخدام قضيب حديدي عثر عليه بمخزن خردة بالدير. ومثل الجريمة فجر يوم السبت، حيث ضرب أشعياء رئيس الدير على رأسه 3 ضربات متتالية أودت بحياته، فيما اعترف بتولي الراهب فلتأوس مهمة مراقبة الطريق ومكان الواقعة. وفي محاولة منه للإنكار بعد الاعتراف قال للمتهم للقاضي إنه بتاع ستات. ومن أخبر الشاهد الأول بواقعاتك المسيحية مع زبد الدين؟ إيه مش فاهم دي.
مين اللي قال للظابط ان في علاقات نسائية في الكويت؟ بقول لك يا ريس ده في خلافات واشتغل. مين اللي قال للظابط انك انت في علاقات كذا وكذا وكذا؟ انت ولا مين؟ انا قلت له اه، قلت له يا عم لبسني مصيبه، انا يا عم انا بتاع ستات بس ما قتلتش. قلت له يا عم انا بتاع ستات، قلت له يا عم انا بتاع ستات، قلت له يا عم انا بتاع ستات. جيم انا قلت للظابط الكلام ده ان انا بتاع ستات لكن ما قتلتش. وبعض الصحف نشرت وأكدت خبر علاقات الراهب أشعياء المقاري النسائية، حيث تقول الصحيفة على لسان المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة استئناف الأسكندرية أن هناك أدلة تفيد بارتكاب المتهم الأول للجريمة، وهي اعتراف المتهم الأول وشهادة الشهود في تحقيقات النيابة العامة بوجود خلافات بين المتهم الأول وبين المجني عليه بسبب كثرة زواره وعلاقاته بالمترددين على الدير وعلاقاته النسائية والتي وصلت إلى حمل إحداهما سفاحا منه، وإنه سبق وقام المجني عليه بتوجيه الإرشاد له في محاولة لإثنائه عن تلك التصرفات. وفي مقال آخر بعنوان قصة الراهب أشعياء المقاري زير نساء وقاتل ورجل دين حكم عليه بالإعدام، يقول كان الراهب أشعياء المقاري مثير للجدل داخل الدير وارتكابه سلوكيات لا ترضى عنها الرهبان بالكنيسة، وهو ما دفع البابا تودروس لتحويله للتحقيق من أجل أشياء تخص الرهبنة بخلاف جريمة القتل التي ارتكبها. وفي 24 أبريل عام 2020 تم إسدال الستار على القضية والحكم بإعدام المتهمين. ومع كل حادث بيحصل من الكهنة أو الرهبان دايما بنلاقي تبريرات للانحرافات النسائية للرهبان والكهنة من جانب النصارى. يعني هناك طبعا حوادث نتيجة للضعف البشري، احنا لان كلنا بشر، الراهب بشر والاسقف بشر وكل منا بشر وضعفاته قائمة. تقدر تقول هو بشر لكن ما تقولش مثلنا، تقدر تقول هو بشر لكن ما تقولش مثلنا. ليه؟ لان هو انسان واخد سلطان من ربنا ان يغفر خطايا. كمان نقطة تاني غير الروح القدس في الكاهن، الكاهن ده وكيل لربنا. يعني ما هو كان فيه انحرافات يعني جنسية لبعض الرهبان القضية بتاعة 2003، ولكن في أسباب للانحرافات دي بيوضحها القمص يوئي للمقاري، فتعالوا نسمع بيقول إيه. أبونا مفتح السماء ابتدوا ينتظروا هذه الفرصة، أتاحها لهم نيافة قداسة الأنبا شنودة لما قال حاجات كتير من ضمنها ما تسمعوش لكلام الشيوخ الكبار. نيافة الأنبا سرابيون راهب وأب رهبان وبيعمل دير، يعرف يقيم خطورة هذه العبارة. ثم أنا جيت أخربكم من الأمم اللي أنتوا فيه، فقلت أي أمم هذا اللي تقصده يا قداسة البابا؟ هل الرهبنة أمم اللي بيسميها الأنبا تودروس رهبنة الكفن، الراهب الذي آتى اللي يصلي عليه صلاة الموتى، أليس دخل هذا القمقم بنفسه؟ فالخلافات ليست لاهوتية ولكن خدوا الحرية، وهذه ليست حرية، لخطية، وكل من يعمل الخطية عبد للخطية، ليست هذه حرية. ورد الأنبا دانيال سكرتير البابا اللي كان حاضر هذا الحوار، دي فوضى. فقلت للأباء المجتمعين وكان معهم الأنبا أرمية، هذه الفوضى اللي وصلت الدير إلى ما نحن فيه، مش هتكلم على تفاصيل كثيرة، ولكن لم تكن هناك ملكية خاصة لراهب. النهاردة الرهبان عندهم عربيات، هذا هو الخروج من الأمم. الرهبان
امتنعوا عن الشغل. رهبان استباحوا لنفسهم الخروج من الدير والدخول بدون أي قيود، والمبيت عند أهلهم وبين قوسين ربما غير أهلهم، وربما حصلت حاجات أخرى سيئة أعتذر عن إن أنا أقولها. هذا كله حصل بعد ما قداسة بابا شنودة ادى الضوء الاخضر لهذه التصرفات الحمقاء، ليست فقط غير رهبانية ولكن ايضا خطية. وده اتهام من احد الرهبان بدير ابو مقار للانبا شنودة بانه افسد جيل كامل من الرهبان لانه ادالهم الضوء الاخضر لخرق قواعد الرهبانة وعدم الالتزام بها، لان الراهب المفروض يلتزم بالطاعة. وبدأ الرهبان يخرجوا من الدير في أي وقت ويباتوا عند أهليهم وغير أهليهم، وبدأ الرهبان يتملكوا سيارات وحاجات تانية رافض القمص يتكلم عنها. طب والأنبا أبيفانيوس رئيس الدير عمل إيه لما شاف الحاجات دي؟ كان حزين وانتهى الحزن. وأذكر في مرة قبل رسامة نيافق خرجنا أنا هو بعد التسبحة فسمع قداسات في الحصن شهيد بسخرون الشيوخ، قال هعمل ايه في التركة دي، هل هقدر امنعهم؟ وراح قداس يوم الحد الجميل اللي كان بيجمع كل الرهبان بقى ليهم قداساتهم الخاصة. الانبا ابيفانيوس رقيق جدا وطيب ولم نرى مثله ونحن لا نستحقه، لكن كان بصعوبة جدا جدا يقدر يحاول ياخد اي قرار. هناك لم يعترفوا برساماته على الدير، ما عملش معهم حاجة. هذه الرقة وهذا الحنان محسوب له في السماء ولكن نحن لا نستحقه. هذا الصمت الروحي اذا سميناه كده وسع الجفوة، وسع وسع لهؤلاء المنتهزين فرصة الحرية وفرصة الانفلات وفرصة الكهنوت وفرصة الخروج من الدير وجمع الأموال وفرصة امتلاك العربيات وفرصة تجديد الألالي اللي أبونا متى بعد ما عملها وشئ فيها قال ما فيش مسمار يندق فيها، بقى لا يا دي هتسلمها للي بعدك. هؤلاء جددوا الألالي بتاعتهم، واللي دخل تكييف واللي غير شكلها، والأسقف صامت، ماذا سيفعل بهؤلاء؟ المفروض الراهب يدخل الدير علشان ينعزل عن العالم، ولكنه ما انعزلش عن العالم لانه كان بيخرج بره الدير في اي وقت هو عايزه ويرجع في الوقت اللي هو عايزه. المفروض الراهب لا يملك اي شيء من الدنيا، لكنه بدا يملك سيارات واموال وغرف مكيفه وعيشه مرفهه، وشعب الكنيسه عيشته صعبه مش لاقي حتى الضروريات بتاعه الحياه. واللي بياكد كلام القمص يقيل المقاري المفكر النصراني جمال اسعد. الرهبان والرهبانية وضع الدستور للرهبنة هم الذين اختاروه، هم الذين التزموا به دونا عن الآخر دون إلزام من أي أحد، هم الرهبان ذاتهم. أيوة فضل. الدستور ده بيؤكد على الموت عن العالم، الطاعة، الفقر الاختياري البتولي. هذه الأسس وتلك القيم اختارها الرهبان بذاتهم، لا علاقة لا بالمسيحية ولا بالكنيسة ولا بالمسيحيين بهذا، ده اختيار شخصي. انت حر تغبر بطريقتك تروح في اي مكان، ده حاجة ما تخصش الاخر يعني. هنا بعد ما جاء واحد اسمه الانبا باخوميوس وحول الرهبنة الفردية، كل واحد بيروح يوم ده في مغارة وده في مغارة وده في مغارة، الى حياة الشركة اي انشاء الحياة الدائرية يعني، وجدير مكان
في مجموعة من الرهبان يخدمون أنفسهم ويتعبدون لله معزولين عن العالم. هذه فكرة الرهبنة وفكرة الأديورة يا عم. ودي اللي اخترعتها الكنيسة المصرية دونا عن العالم كله. ماشي ماشي ما اختلفناش في هذا. بس الرهبنة بالمناسبة ليس في المسيحية في مصر فقط، ولكن الرهبنة في البوذية والكونفوشيوسية، يعني فكرة الرهبنة دي برضو سابقة على ذلك. التوافق بين الرهبنة الوثنية والقبطية. الفصل الثاني، امتياز الرهبنة الوثنية عن الرهبنة القبطية. يا خبر امتياز، معقولة؟ معقولة، نشوف. الذين كتبوا عن الرهبنة الوثنية في القرون القديمة لم يذكروا لها عيوبا ولا سجلوا أخطاء الأشخاص الذين عاشوا فيها. ما كتبوا لناش فضائح زي الزنا في عهد أبو مجار وفي أنبا بخوميوس كتير. ماشي فهمت. دي معلومة للمشاهد يعني. آه يا فندم. الجانب الآخر بقى، عندما تنحرف الرهبنة، فكرة الرهبنة عن دستورها الأصلي، هنا نتوقف. طب قولي لماذا؟ طب هو ينحرف وحر، واحد كان بيتوحد مش يتوحد. أيًا كان الانحراف، أيًا كان. إنما هنا بقى نقول لماذا ونتدخل أنا وتدخل أنت كمان. اللي أنت متحرز. لأن الرهبنة في القرن الرابع للأسف بدأت تقود الكنيسة، تصبح الأساقفة من الرهبان والبطاركة من الرهبان والمجمع المقدس الذي يقود الكنيسة من الرهبان. إذن الرهبنة انتقلت من الخاص للعام، من حياة الخصوصية ودستورها الخاص إلى أن تحكم الكنيسة والمسيحيين. هنا بقى تداخل، مش شك فيه أنا مع ولا ضد، إنما هو في القرون الأربع الأولى لم يكن هناك رهبنة، وكان المجمع وكان الأساقف والبصرك من العلمانيين المتزوجين. عظيم، كويس. وبالتالي هنا عندما يكون هناك بعض الانحرافات عن الرهبنة هينسحب هذا على قيادات الكنيسة من الرهبان، وعندما ينسحب هذا يبقى يؤثر على المسيحيين، وعندما يؤثر المسيحيين يؤثر على مصر والمصريين، ويظل ويصبح ويتحول إلى أمن عام. هنا بقى لأسباب كثيرة بعدت عن الوحدانية والفخر الاختياري والموت عن العالم، أصبح الأديورة لظروف كثيرة ليس وقتها الآن، ألا في الأبدنة والمصانع والمزارع والأعمال التجارية وإلى آخر هذا الكلام. فما بقيتش رهبنة بتاع زمان اللي هو بيتقشف وينام على الأرض ويلبس أي حاجة ويقعد يصلي ولا يجد وقتا لأن يختات جسده. الأمور بقيت إيه الآن غير الأول. مما شجع الشباب المسيحي في حالة البطالة والعطالة أن يذهب إلى الرهبنة. ليه؟ هيعيش حياة فخفخة وممكن حظ يضرب يبقى أسخف ويبقى بطرك والعملية تمام. فبالتالي تحولت الرهبنة إلى حالة بعيدة كل البعد عن فكرة ودستور الرهبنة الحقيقي. هنا كان في حالة من حالات التغطية والتعمية، وأنا وأنت عارف حضرتك كان دوري من 30 سنة بقول السكوت على خطأ خطيئة. يا جماعة الإصلاح شامل وعام، فلا يجب أن نتدلس ونترك الخطأ يتحول إلى خطيئة. فكان أمور التستر، يلا ما تخلي ما نتكلمش، جمال سعد ده بيشنع بالمسيحيين والكنيسة بالإعلام، لا. إلى أن وصلت الأمور إلى حد لم جعل الأنبا تودروس وبحق لا يستطيع أن يتحمل ما يحدث، حتى لا يدان تاريخيا ويدان كنسيا ويدان مسيحيا. ليه بقى؟ لأن الأمور وصلت أن يقتل رئيس دير أمام خلياته وهو رجل صلاح ورجل يجمع الجميع عليه المسلمين ومسلمين بصلاحه. هنا بقى ليه بقى؟ لأن زي ما أنت قلت في المقدمة الكنيسة فيها محاور وفيها مواجهات، فيها جماعة البابا شنودة وجماعة مجد المسكين، وكان قبل كده البابا شنودة والأمبار غورلس، وشاف نظر ليس وشاف نظر خلافية لإثراء الحالة العقيدية والكنسية، ولكن وجهات نظر تحولت إلى صراعات شخصية. بما أن الرهبنة في النصرانية تتلخص في قيام الشخص بالزهد في الدنيا وترك المال والنساء وكل متاع الدنيا للتفرغ للعبادة في دير موجود في صحراء ويصلي عليه صلاة الميت لانقطاعه تماما عن العالم، فإيه اللي يخلي الستات تروح مكان زي ده المفروض مكان تعبد للرهبان؟
المفروض انهم ينقطعوا عن العالم تماما. ازاي يسمح رئيس الدير بتردد النساء على قلايات الرهبان؟ والغريب ان الراهب اشعياء اللي كان معروف عنه علاقاته النسائية المتعددة وباعترافه بيظهر على الشاشات ويتكلم في الدين بكل خشوع. قطعت عهدا مع الموت وميثاقا مع الهاوية انها قطعت عهدا مع الموت وميثاقا مع الهاوية وإن الخيانة هي في دمي. في سفر أشعياء موجودة في سفر أشعياء 41، ومن تحت هذه الآية مكتوب إبراهيم أبو الأباء وسارة. قال يا إبراهيم موجود في هذه الغرفة، لابد أن أدخل وأجد إبراهيم أبو الأباء. دخل هذا الشخص الذي يبحث عن الفرح فوجد هناك من يكذبون ومن يعيشون في كذب شديد، لهم صورة التقوى ولكنهم ذئاب خاطفة، كذب ديني، كذب سياسي، حكماء ووزراء وحكام يطلبون من الشعب أنهم يحسنون المجتمع ولكنهم كذابين. يبحث عن الفرح فوجد غرفة أخرى، وجد خارجها غلاما ومكتوب على غرفة من الخارج الزنا. الزنا هنا الهاوية التي يسقط فيها أقوى القديسين. وحضرتك من أقوى القديسين اللي وقعوا في الخطية دي، فازاي القديس نفسه يقع في خطية؟ ده لما يكون شخص عادي وملتزم جدا ومش بيعمل أخطاء مهما كانت صغيرة أو كبيرة بنقول عليه ده إنسان قديس. والإنسان لو ارتكب أي ذنب كبير مستحيل يطلق عليه لقب قديس. انتوا ازاي بتبرروا الخطية ليكم ولشعبكم؟ وزي ما طلعتوا أنبياء الكتاب المقدس زناه، جايين دلوقتي وتبرروا لنفسكم الزنا وتقولوا ان الأقوياء هم اللي بيقعوا في خطية الزنا. أول مرة اكتشف ان في دين بيبرر خطية الزنا. وإلى اللقاء مع فضيحة أخرى من فضائح حمائم السلام وأدعياء المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.